تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، تنطلق مساء الأحد بمدينة مومباي بجمهورية الهند الصديقة منافسات النسخة الخامسة من بطولة القتال الشجاع والتي ينظمها اتحاد القتال الشجاع المنبثق عن منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة. وشهد يوم أمس إقامة الفحص الرسمي والعام للوزن الخاص بالمقاتلين المشاركين والذي حضره عدد من المهتمين برياضة فنون القتال المختلطة بجمهورية الهند الصديقة وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للمقاتلين وممثلون عن وسائل الإعلام الهندية والعالمية وجمهور كبير من محبي وعشاق هذه الرياضة. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالحماس والتحدي الكبيرين للمقاتلين في مواجهات الفحص والذي يعكس مدى استعدادات القوية للمشاركة، وسيكون له المردود الإيجابي على ما سيقدمونه من مستويات فنية عالية خلال النزالات الرسمية والتي ستصب في مصلحة تحقيق النجاح المطلوب لهذه النسخة. وأعرب سموه عن سعادته بالجاهزية الكبيرة التي أعلن عنها المقاتلين المشاركين خلال المواجهات التي تسبق الانطلاقة الحقيقية، مضيفا سموه أنه يتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا الحدث بما يعزز لها المواصلة في الانتشار الأوسع في جميع قارات العالم، والذي يحقق الأهداف التي رسمها سموه والتي تتركز على التعريف بالتجربة البحرينية. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إلى أن الهند تمتلك المقومات التي بإمكانها تحقيق المزيد من النجاحات لهذه البطولة، موضحا سموه أنها استطاعت أن تؤكد أنها بلد متطور في هذه الرياضة ولديها القدرات والإمكانيات التي يمكنها من المشاركة والمنافسة في مختلف البطولات، متطلعا سموه إلى فتح آفاق أرحب من التعاون والتنسيق بين اتحاد القتال الشجاع المنبثق عن منظمة خالد بن حمد وبين الاتحاد الهندي لفنون القتال المختلطة والذي يتحقق من خلالها الشراكة المثمرة في دعم رياضة فنون القتال المختلطة على المستوى القاري. صفحة جديدة تكتبها بريف في نسختها الخامسة، وذلك في ثالث المحطات الخارجية التي توقفت في مدينة مومباي الهندية بعد المحطة الأولى التي كانت في مدينة كورتيبا البرازيلية والمحطة الثانية في مدينة أبوظبي الإماراتية. فقد انتهى المقاتلون المشاركون من الوزن الرسمي الذي كان عنوانه الإثارة والحماس. I'm just so happy today. We're in India finally. أنا سعيد جدا اليوم، نحن في الهند أخيرا. فقد كان الجميع يتحدث عن هذه النسخة التي شهدت إعلانات ترويجية كبيرة في المنطقة، فالمنظمة تمنح فرصة للمقاتلين هنا. فقد منحت هذه الفرصة من قبل في البحرين والبرازيل وأبوظبي، وهذا هو الهدف الرئيسي. Brave, like I said before, I think it's the place to be. Brave كما قلت في السابق هي أحد أكبر الفعاليات في الوقت الحالي، فقد شاهدنا أربع نسخ كانت مثيرة ورائعة وأضافت الكثير لرياضة فنون القتال المختلطة. وأنا تدربت بشكل جيد وخضت معسكر تدريبي قاسي من أجل النزال الرئيسي للبطولة، وأعد الجماهير ومنظمة بريف التي منحتني هذه الفرصة أن أكون الفائز. 20 مقاتل من مختلف أنحاء العالم يمتازون بالقوة والمهارات الفنية العالية، سيخوضون 10 نزالات في هذه النسخة من البطولة بعد أن اجتازوا آخر خطوة لدخول حلبة النزال بطريقة استعراضية أعجبت وأمتعت الجماهير الغفيرة الحاضرة التي تتلهف لحضور منافسات البطولة. الحمد لله استعداداتي كانت قوية جدا، استعدت للماتش ده في تايلاند. زور الأول ما كانش في المستوى المطلوب، إن شاء الله الماتش ده هكسبه. متفائل جدا إن شاء الله بإذن الله الماتش ده بتاعه. أنا شايف إن ما فيش منظمة وصلت للمستوى ده قبل كده، تدرجهم سريع جدا، 5 أحداث في وقت قليل جدا خلصوهم، والحدث السادس كمان أسبوع. البطولة بتنمو بشكل قوي جدا، متفائل وأتمنى إن هي تزيد في القوة أكتر وأكتر. First of all, yeah.
It's an honor to come back to Brave. في البداية أنا فخور بالعودة مرة أخرى للمنافسة في Brave، خاصة أن أخوض النزال الرئيسي، وأنا على ثقة بأن الجماهير ستستمتع بما سأقدمه خلال النزال، لأن استعداداتي كانت قوية، فقد نميت مهاراتي الهجومية، كما أنني سعيد بوجود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي أضاف الكثير لرياضة فنون القتال المختلطة. Brave هي بالفعل فرصة كبيرة لمقاتلي الهند، بالإضافة إلى مقاتلي العالم، فسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حرص على دعم وتهيئة الأجواء للمقاتلين، وأنا سأخوض هذا النزال ليدخل في قائمة الكبار. بشكل مختلف وألوان جديدة يبدأ معها العد التنازلي لانطلاق النسخة الخامسة من بطولة بريف. حزم الشيخ لتلفزيون البحرين من مدينة بومباي الهندية.